طبعا مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، هذا المركز منذ تأسيسه ولله الحمد ومن خلال ما يقوم به المشرف عليه معالي الدكتور عبد الله ربيعة، يعني لديهم خبرة كبيرة في تقديم المساعدات للدول المحتاجة بكافة الاحتياجات، سواء إذا كانت طبية مثل ما يقدم لتونس أو من خلال أعمال إنسانية وإغاثية أخرى. وبالتالي هذه الخبرة تجعلهم يستطيعون أن يقدموا هذه المساعدات يعني أولا بشكل عادل كما وجه خادم الحرمين الشريفين، أيضا من خلال الترتيبات في عملية إيصالها إلى 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 المحتاجين والتأكد من ذلك. مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ليس فقط يقدم المساعدات فحسب، بل يقدم المساعدات ويتأكد أيضا من وصولها إلى المحتاجين بكافة الأشكال. فمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية هو قائم على دعم الإنسانية بصرف النظر عن أي طائفة أو أي لون أو أي ديانة أو أي، نحن نقدم المساعدات في المملكة العربية السعودية من خلال هذا المركز، ولله الحمد الذي نفتخر فيه، يعني لا نميز أحدا لا بدينه ولا بلونه ولا بشكله، ولكن هي مساعدات إنسانية. وأيضا إضافة إلى ذلك أننا نقدم المساعدات للأشقاء ونشرف على هذه المساعدات حتى تصل للمحتاجيها، لأن الغاية هي ما يعني طلبت له وما مدى حاجة ما يحتاجونه يعني من مستلزمات. فتونس اليوم محتاجة وقفة إنسانية تتعلق بالمستلزمات الطبية من خلال الأجهزة أو الأدوية أو كل ما يحتاجه من 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 مستلزمات صحية وطبية. وبالتالي سوف يكون هناك إشراف كامل من المركز على إيصال هذه المساعدات، وأيضا كيفية إيصالها بالطريقة التي تحتاجها. وخادم الحرمين الشريفين من خلال توجيهه لمركز الملك سلمان للإغاثة بشكل عادل وإيصال كافة الاحتياجات، نؤكد على أن يعني ونحن واثقين بأن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لن يقصر ولن يكون هناك أي نقص من خلال هذه المستلزمات، بل أنه سوف يكون هناك سد لهذه الاحتياجات للوقفة مع الجمهورية التونسية الشقيقة التي نحن نحمل لها كل المحبة والتقدير، وتربطنا بها علاقة العروبة والأخوة. وإن شاء الله يعني تكون هذه الأزمة الصحية تمر بسلام على أشقائنا في تونس، وإن شاء الله سوف تكون هذه المساعدات تصل لكافة الشعب التونسي الشقيق.